التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني مؤخرا. وثمن الرئيس السيسي في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة. وأكد الرئيس السيسي على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس الأول فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بالاستجابة السريعة للرئيس السيسي لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني. كما أشاد المجلس بتوجيه الرئيس السيسي لكافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. كما وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة الوطن. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف أن أولى دبابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا. وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن مدرعات أمريكية وألمانية أضيفت إلى الوحدات الأوكرانية. من جانبه أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده سلمت أوكرانيا دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد. كما أشارت وزارة الدفاع الألمانية إلى أنه بالإضافة إلى دبابات ليوبارد والذخائر وقطع الغيار تم تزويد أوكرانيا بمدرعتين من طراز بوفل. أكدت روسيا أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن ردود فعل الغرب لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن السبت الماضي أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية تكتيكية في الدولة المجاورة، وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الدول الغربية. شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على أن بلاده يجب أن تكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وأي مكان. وأكد كيم جون أون على زيادة إنتاج المواد النووية مع تعزيز إنتاج الأسلحة النووية الفاعلة. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أطلع معهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية الزعيم كيم جون أون على الوضع الحالي للمشروع وحالة الإنتاج من أجل التعزيز الكمي للقوة النووية لبيونج يانج وتطوير الأسلحة النووية. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنها بغيضة. وشدد بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض على أن الهجمات المسلحة تمزق روح الولايات المتحدة. كما دعا بايدن الكونغرس الأمريكي مجددا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد. هذا وقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل جنوب الولايات المتحدة قبل أن ترديها الشرطة. اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب ملاوي في 3 عصر اليوم باستاد بينجو الدولي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار. وفاز المنتخب الوطني على نظيره ملاوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على استاد الدفاع الجوي بالجولة الثالثة من التصفيات. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.